آية قرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. ما هو معنى فاعتزلوا النساء في المحيض؟ يعني ماذا؟ العجيب أنه ما رأيت من كتب التفسير فسرت هذا المقطع بعدم التقرب منها جنسيا. الظاهر أن هذا التفسير غير صحيح، لأن هذا المعنى ذكر في المقطع التالي مباشرة: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا واضح في عدم الاقتراب جنسيا منها في هذه الفترة. فإذن فاعتزلوا النساء في المحيض يعني ماذا؟ يا أخي ابتعد عنها يا أخي، حالة غير طبيعية عندها، لا تؤذها، لا تشاكس معها، تحمل أذاها أكثر من الحالة الطبيعية. شخص في حالة غير طبيعية، أذى، القرآن يصرح قل هو أذى. الله عز وجل بيّن إجمال الحالة ثم رتب على هذه الحالة أمرين: هي في حالة أذى، في حالة غير طبيعية، إذن أمران. الأمر الأول: اعتزلها، تحملها أكثر من قبل. الشيء الثاني الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على هذا على هذه الحالة: الحكم الخاص بعدم الاقتراب جنسيا. اعتزلها، تحملها، تفهم وضعها، هي في حالة غير طبيعية. الله يسمي هذه الحالة أذى. إخواني، الأمثلة تضرب ولا تقاس. الإنسان عندما يكون عنده ضغط عادي جدا، حالته تكون غير طبيعية، تصرفاته لا تكون كالحالة العادية. يعني ماذا؟ عفوا أمثل هذا المثال: شخص يحتاج إلى الحمام، محصور، يحتاج إلى بيت الخلاء. عندما يكون الإنسان في هكذا ضغط عادي جدا، حالة غير طبيعية، تصرفاته تكون مثل تصرفات الإنسان العادي، لا، كلامه يكون بالانضباط اللي يكون، لا. كم من حالات الطلاق، كم هي النسبة؟ ليست لي إحصائية طبعا، ولكن حتما كثير من حالات الطلاق بدايتها، بداية المشكلة، أنه الزوج في هذه الفترة لا يراعي زوجته. حالة غير طبيعية، هي تقول شيء، هو أيضا لا يتحمل، خلاص شيئا فشيئا وضع الحياة يسير نحو الانحدار، ينتهي. حالة غير طبيعية أخرى بعد فترة الحمل، بعد الولادة، يعني بعد الولادة فترة، هي بالضبط مثل حالة المحيض، أصلا هي حالة النفاس، فوارق بسيطة جدا. حتى بعد فترة النفاس، المرأة بعد الولادة لفترة تكون نفسيتها غير طبيعية، في ضعف نفسي، تحتاج إلى رعاية أكثر، تحتاج إلى مدارات أكثر، تحتاج إلى تحمل أذى منها أكثر. اصبر، لو كان الإيذاء منها لك في غير موقعه، لو كان أحيانا في موقعه، أصلا الرجل أحيانا يستحق الإيذاء، أحيانا لا يستحق، لو كان في غير موقعه تحمل. هناك كلمة أدري أعبر عنها بكلمة شيطانية أم لا، عادة هذه الكلمة شيطانية، عادة ليست من الرحمن، من الشيطان،
وهذه الكلمة يقولها الرجال وتقولها النساء. الرجل يقول إذا أصبر إذا أتحمل تتجرأ علي. المرأة تقول إذا أصبر إذا أتحمل يتجرأ الزوج علي. هذه كلمة يتجرأ تتجرأ كلمة عجيبة، حتى في الأصدقاء هذه الكلمة تستخدم. لماذا قطعت علاقتك مع صديقك؟ لأنه إذا كنت أصبر كان يتجرأ علي. بين الآباء والأمهات والأبناء والبنات نفس الشيء، عجيبة هذه الكلمة. الرجال يضربون مثل، يقولون انظر إلى الأسد كيف يضرب زوجته. أنت أسد أم إنسان؟ أنت يلزم أن تعيش مثل الأسد وكل طعام الأسد أيضا. أنت بشر، تقيس نفسك بالأسد يعني ماذا؟ لأن الأسد يضرب زوجته فأنت أيضا يلزم أن تضرب زوجتك، هذا منطق؟ في الروايات الشريفة ورد أنه تعلم مثلا من الأسد كيف يتعامل مع الزوجة، ورد هذا الشيء في الروايات؟ لا. المرأة تقول إذا صبرت هو يريد مني أن أكون خادمة له. من الرجال يريد أن تكون زوجته خادمة له؟ نعم الرجل يحب أن تكون زوجته مطيعة، نعم هذا شيء طبيعي وهذا من المستحبات أساسا، هذا من الحقوق المستحبة أن تكون الزوجة مطيعة لزوجها، شيء محبوب. الرجل يحب ذلك، نعم هو لا يحب أن تكون خادمة. إطاعة الزوجة لزوجها غير إطاعة الخادمة لمخدومها، أصلا فرق جوهري بينهما. الرجل لا يريد أن تكون زوجته مطيعة إطاعة الخادمة، يريد أن تكون مطيعة إطاعة الزوجة. إطاعة الخادمة إطاعة عمل، إطاعة الزوجة إطاعة حب، فرق جوهري بين الإطاعتين. كلمات يصوغها الشيطان في فكر الإنسان يهيج العداوات. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، هذه من الأشياء التي يريدها الشيطان ويعرف. يمثل لذاك مثال، يمثل هذه مثال، يشعل نار العداوة بينهما وكأنه عدو وكأنها عدوة.